ممكن الإنسان يكون بيحارب بشهوات، ولكن ماذا يفعل مع هذه الشهوات المقدمة لي، سواء بالفكر أو بالكلام أو بأي طريقة؟ يعمل إيه؟ تعالوا نشوف القصة بتاعتنا. قصة غريبة شوية. ده راهب حلو عايش في الدير وبيحب ربنا وماشي في صلواته وقراياته وتسابيحه ومبسوط مع ربنا. ازدادت صلواته لدرجة انه بقى يحب يقعد لوحده وقت اطول، مش عايز يخرج من القلاية بتاعته من كتر ما هو مشغول بالكلام مع ربنا والصلاة والقراية. وبعدين بعد كده استأذن أب اعترافه، أبوه الروحي والمسؤول في الدير، قال له هل ممكن أطلع برا الدير وأقعد في مغارة برا؟ وسمح له عشان وجد عنده استعداد روحي للميل للوجود مع الله وقلة الكلام واتكلم أكتر مع ربنا. وطلع برا الدير وعاش في مغارة لوحده برا الدير، وبقى مبسوط جدا. ومرت الأيام والسنين وفرحان جدا بربنا، عايش حلو ومفيش حاجة بتعطله لأن مغارته بعيدة، صعب إن حد يوصل له، وهو قاعد لوحده بقى فرحان بصلواته وتأملاته الكثيرة. وبعدين تمر الأيام وفجأة يجي على باله فكرة غريبة. هو ناسك جدا، بياكل أكل بسيط جدا والملابسه بسيطة وكل حاجة، لكن هو مشغول، مش فاضي، مشغول بالربنا قوي. فجأة لقى، جات على فكره كده الصبحية بعد ما صلى صلواته، فكرة غريبة قوي. إيه؟ شهوة أكل. إيه ده؟ أنا ربنا مريحني في الموضوع ده يعني. إيه ده؟ وشهوة أكل معين كمان، مش أكل عادي. إيه؟ ملبن. ملبن يعني هو بقاله سنين، 20 سنة يعني ما شافش الملبن ده ولا كل ولا حاجة، ولكن هو جه على باله. أول ما جه على باله قال له إيه ده يا رب؟ لا أرجوك، إيه ده ملبن إيه وبتاع إيه؟ وقعد يقول له شيل عني يا رب الأفكار دي. قعد يرفض فيها مدة لغاية ما هديت الحكاية، وقال له أشكرك يا رب، أنا مش عارف، أنا فاكر نفسي وصلت وبصلي، أنا لسه مش عندي شهوات أهو. وقال له يا رب أشكرك إن أنت هديت عني الحاجات دي، خليني أعرف أصلي ما انشغلش، وابعد عني الشيطان وشهوات. أنا مالي النهاردة يجيب لي ملبن، بكرة يقول لي فكرة تانية، ابعد عني يا رب. وكمل صلواته وهدأ وعاش يومه كويس لغاية العصرية، وبدأت الدنيا تظلم. وبعدين هو قاعد بصلواته وقراياته، بص لقى باب المغارة بتاعته بيخبط، وسمع حد كده صوت واطي بيقول له أغابي. قال له أغابي، وقام هو مستغرب، حدش بيجي لي هنا يعني، ازاي حد يعرف يوصل لي؟ فتح لقى راجل راهب عجوز وصوته واطي، وقال له أنا يا ابني تهت، أنا تخين، والدكتور قال لي اتمشى شوي، فأنا بتمشى كل يوم، النهاردة اتمشيت وسرحت، وأنا عمال ماشي أكلم ربنا، لقيت نفسي في حتة غريبة، أنا تهت يا ابني، تهت عن الدير بتاعي. وقال له أنا من دير كذا وأنا تايه مش عارف أوصل تاني. قال له اتفضل انا اوصلك، ما تطمن. ودخل الراهب ده وقعد شويه واستريح، جاب له كوبايه ميه
وقال له هنقوم دلوقتي ونتمشى بس استريح شويه، لانه اشفق عليه لانه كبير في السن. وبعد كده قام معاه، قام وقعدوا يتمشوا ويتكلموا في كلام روحي لغايه ما وصلوا لغايه الدير بتاعه. قال له متشكر قوي يا ابني. ايوه هو ده الدير. ايوه متشكر خالص، انا تعبتك. قال له بالعكس، انا خدت بركه واتمشيت معاك وخدت بركه وكلامك الحلو. قال له لا ده انا غلبان بس صليت. قال ربنا معاك يا ابي. وبعدين الراهب العجوز قال للراهب المتوحد لو سمحت تقبل مني هديه صغيره خالص، لفه كده صغيره. قال له لا العفو يا ابي، هديه ايه؟ قال انا عملت حاجه. قال له دي حاجه من المسيح ربنا بعتها لك، حاجه من المسيح. هتقول لا على المسيح؟ دي حاجه صغيره كانت في جيبي معلش. قال له يا حاجه مش مقامك. قال له لا يا ابي، قال له عشان خاطر المسيح خدها، دي من المسيح ما ترفضش ايد المسيح. اتكسف الراهب المتوحد ده وقال له متشكر وخدها حطها في جيبه وروح. الراهب العجوز دخل في ديره والراهب المتوحد رجع بقى ماشي يصلي صلواته وشكر ربنا اللي ساعده انه يعني اصطحب واحد تايه ورجعه لديره. وقعد ماشي برشي في السكه يصلي لغايه ما وصل المغاره بتاعته. دخل مغارته وهو بيشكر ربنا اللي مديله صحة ومديله عقل وفهم ومش تايه في الصحراء يعني. ودخل مغارته عشان يكمل صلواته. وبعدين طلع من جيبه اللفة دي وفتحها بيبص فيها، عارفين لقى ايه؟ لقى ملبن. قال له معقولة؟ ايه يا رب ده؟ يعني انا يجي لي فكرة وفكرة غلط، انا بفكر ملبن ايه وبتاع ايه، ما انا باكل وعايش كويس، ايه ده؟ وبقوتك يا رب انا طلبتها، تقوم تبعت لي ملبن؟ لا مش هاكل منه. بعد كده جه الصوت جواه الراهب العجوز يقول له خد بإيد المسيح. قال له لا مش عايز ارفض ايدك يا رب، انا مين انا عشان ارفض، بس يعني ما دي شهوات. جاله صوت جواه، ما انت خلاص رفضت الشهوه، لكن ربنا بيكسفك وبيجيب لك الحاجه لغايه عندك. وبعدين قال حاضر يا رب، متشكر، متشكر يا رب، مش معقوله انت سامعني حتى لما يجي لي فكره غلط برضه تسمعني وبتطبطب عليا، ده كتير قوي يا رب. وبعدين بدأ ياكل في الملبن ده ويفاجأ انه ملبن فيه مكسرات وملبن بمكسرات كمان. مش معقول يا رب اللي بتعمله معايا ده، انت بتدلعني كأن عايش في العالم. متشكر يا رب، متشكر، انا مش عارف اقول لك ايه، متشكر يا رب، اتشكر على محبتك وعنايتك، انت كلمه كلمه سامعني واخد بالك ومهتم بيا للدرجه دي. وقف بعد كده بقى يشكر ربنا ويصلي يقول له كفايه عنايتك بيا، مش مهم الملبن، المهم انت واخد بالك للدرجه دي، اصغر وادفع حاجه بتجيبها لي لغايه عندي يا رب. ايه ده؟ اشكرك يا رب. وازدادت صلواته وتعلقه بربنا اللي بيحبه قوي والمهتم بيه واللي مش ممكن يسيبه، وعاش حياه حلوه جدا مع ربنا.